سالوت تو سبيد هو الشعار ما بين شركة ون بلس وشركة العريقة في مجال السيارات والسباقات، أكيد قاعد تكلم عن مكلارن، وشعارهم يعني تحية للسرعة. والون بلس 6T مكلارن إديشن العام كان واحد من أفضل التليفونات اللي استعملتها، وكان تليفون للأمانة ناجح. فطبيعي جدا أن شركة ون بلس بالشراكة مع شركة مكلارن هذه السنة تريد مرة ثانية هي تنزل لك إصدار جديد، بس هالمرة مع الون بلس 7T برو مكلارن إديشن. يعطيكم الصحة والعافية، معاكم أحمد بوعريكي. عندنا بالكويت هذا التليفون راح يكون متوفر وبشكل رسمي عند الوكيل مال شركة ون بلس، أنت يا شركة المستقبل. تفاصيل أكثر راح تكون موجودة تحت بخانة الوصف حق الرابط وحسابهم أكيد بإنستغرام. أحمد، شنو هي الفروقات ما بين الون بلس 7T والون بلس 7T برو والون بلس 7 برو أصلا، والحين هم بعد عندنا مكلارن إديشن؟ الفروقات تبلش بالشغلة اللي أنتوا أوريدي شفتوها، إيه تجربة فتح الصندوق. هذا شيء أوريدي إحنا شفناه مع الون بلس 6T مكلارن إديشن العام، وهالسنة هذه هم بعد شركة ون بلس اهتمت لك بشلون طريقة إن أنت تبطل الصندوق، والتجربة بحد ذاتها مال تبطيلة الصندوق إنها تكون مميزة مختلفة. الحين راح أدش أنا بالتفصيل أكثر، بس الشغلات اللي عجبتني مبدئيا من ناحية فتحة صندوق هي أول شيء شعار نيفر سيتل الموجود من أول ما تشيل أنت علبة التليفون الأساسية. وشيء الثاني اللي عجبني إنه أنت عادة تبطل العلبة من فوق وتشوف كل المحتويات، عجبني إنهم حاطين لك سهم صغير موجود هنا إن باقي المرفقات اللي أنت تحتاجها إنها تكون موجودة بالعلبة نفس شغلات أساسية وحصرية ما راح تحصلها إلا لما تشتري هذا التليفون. قاعد أتكلم أنا أكيد عن الكفر، تكون موجودة من خشية تحت داخل العلبة. فهذه التجربة مالت تبطيلة العلبة راح تختلف من أي تليفون من شركة ون بلس بيت النازل، وهذه أول فروقات ما بينهم. بس شنو هي الفروقات الثانية؟ وخلنا نبلش بالأرقام. هنا عندنا معالج سناب دراجون 855 بلس الجديد. فالفرق الأول ما بينه وما بين الون بلس 7 برو هو سالفة المعالج، صار عندنا هنا 855 بلس مقارنة ب 855. والفرق ما بينه وما بين الون بلس 7T برو العادي هو أن هنا سناب دراجون 855 بلس مع 12 جيجا بايت ذاكرة عشوائية و256 جيجا بايت ذاكرة تخزينية، والثاني راح يكون 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية و256 جيجا بايت ذاكرة تخزينية. أبا باب أدري بتقول لي أحمد أقدر أخذ على الون بلس 7 برو العادي 12 جيجا رام مع 256، كلامك 100% صح، وممكن تحصله بسعرهم بعد الحين أرخص، والفروقات يمكن تكون بدائية ما راح تحس أنت بالفرق. بس إذا أنت كنت تبي تليفون بمعالج الأفضل والناحية السرعة والأداء، هذا راح يجيك بأقوى معالج وراح يجيك بأكثر عدد الرامات. والفرق الثاني من ناحية الأرقام هي البطارية، زادت من 4000 ملي أمبير ل 4085 ملي أمبير، فما زادوا لك إياها يا دوبك 100 ملي أمبير. هل هي فعليا راح تلاحظ من ناحية الأداء مال التليفون؟ نهائيا لا، كوننا هنا عندنا معالج جديد فيصرف لك أكثر من ناحية البطارية، فمعدل استهلاك صرف البطارية مقارنة مع الشاشة راح يكون بالضبط نفس الأداء اللي أنت تقدر تحصله مع ون بلس 7 برو أو حتى الون بلس 7T برو، مع أن عليه عدد رامات أقل، إلا الفروقات راح تكون جدا جدا بسيطة ما راح تحس فيها. وباقي الأمور راح تكون بالشكل مال التليفون، أكيد لون التليفون هنا أسود، وفي عندنا هالمرة حركة مو كاربون فايبر تحت الزجاج نفس اللي شفناه على ون بلس 6T مكلارن إديشن العام، لا راح يكون في مثل باترن كأنه تاتو تحت الزجاج الظهر اللي موجود عندنا احنا مال التليفون. طبعا راح يبصم بس شكله حلو، شكله مختلف عن اي تليفون ثاني موجود بالسوق، يعطي شكل وايد وايد مميز، بالذات لما تي انت تشوف الاكسنت مال البرتقالي. واستانست على سالفه ان الالرت سلايدر هالسنه هم بعد سووا لك اياها لون برتقالي غير اللون البرتقالي اللي موجود من دار مدار التليفون اللي موجوده من تحت اللي بلشت مع الون بلس 6T مكلارن اديشن العام، واللي موجود هم بعد دار مدار الكاميرات الخلفيه. فمره ثانيه لان باقي الامور راح تكون متشابهه، معناته عندنا نفس الكاميرات
كانت موجوده على الون بلس 7 برو والون بلس 7 تي برو. ثلاث كاميرات من الخلف عندنا الاساسيه راح تكون 48 ميجا بكسل، تلفوتك 8 ميجا بكسل، الترا وايد 16 ميجا بكسل، وعندنا دول ال اي دي توم فلاش مع ليزر اوتو فوكسنج، وعندنا موتورايزد كاميرا سلايدر او البوب اب كاميرا اللي تكون مخفيه من داخل الشاصي مال التليفون، راح تكون 16 ميجا بكسل حق السيلفيز والكاميرا الاماميه، وتشتغل بالضبط نفس الموجوده على الاصدارات الثانيه من التليفون. من ناحيه داخل التليفون اللي الفرق عندنا هني ان بريسيت في ثيم خاص حق ماكلارين اديشن يعطيك الاكسنت مع الالوان واكيد الخلفيات الخاصه مالت التليفون. الاكسنت هو نفس لون البرتقالي اللي موجود على العلبه تقريبا، يسمونه بابايا اورنج او حتى سبيد اورنج على الون بلس 60 ماكلارين اديشن، ومره ثانيه هو اللي عزز لك التجربه انه يكون انت عندك تليفون مختلف. بس فرق شاسع ما بين الشكل مال التليفون او من ناحيه المرفقات اللي انت ما تقدر تشتريها بروحها الا لما تاخذ التليفون، قاعد اتكلم انا اكيد عن اللكجيريوس كيس او الكفر الوايد وايد وايد جودته ممتازه اللي مع التليفون. الحلو بهذا الكفر انه راح يجيك بخامات مختلفه نفس الكربون فايبر اللي موجوده من على الاجناب علشان تصلك الطيحات والصدمات بشكل افضل. وشيء ثاني هو الشموا اللي موجود هنا بالنص ويعطيك ايحاء كانك انت ماخذ قطعه من الانتيرير مال السياره او داخليه السياره وسويتها كأنها هي تليفون. فالتليفون من ناحية الكفر ماله وايد هاي اند من ناحية جودة التصنيع والخامات المستهدفة علشان يخلي مسكة التليفون تكون أحلى وأريح. فالتليفون أكيد راح يكون فيه منه نسخ محدودة ما في منه وايد، وهو موجه حق ناس اللي تبي يكون عندها كولكشن كولكترز اديشن. عشان كذي أنا خليت عندي الون بلس 60 ماكلارين اديشن، أدري إنه هو كولكتر اديشن ما راح يكون تليفون إصدار عادي. فأغلب الناس اللي راح تفكر تأخذ هذا التليفون هم يا ناس تجمع تليفونات مثلاً كولكترز، او ناس عندها ماكلارن وتبي التليفون مالها يتماشى مع سياره اللي هي تسوقها مثلا، فيكون هم بالنسبه لهم شيء يسوى ان انا ادفع زياده. بس باقي الامور اللي موجوده بالتليفون راح تحصلها بالتليفونات الثانيه اللي موجوده من شركه ون بلس من ناحيه الاصدارات مختلفه. الون بلس 7 تي على سبيل المثال انا اشوفها صفقه مربحه، وان شاء الله المراجعه الكامله مالت راح تكون موجوده على القناه، ممكن يكون خيار انسب بالنسبه لك. بس اذا انت كنت من الناس تبي افضل شيء شركه ون بلس تعطيك اياه حاليا بالسوق هو الون بلس 7 تي برو ماكلارين اديشن، كون انه يجيك باكثر عدد رامات وباخر واحدث معالج واكبر بطاريه واكبر شاشه، واكيد ما ننسى سالفه ال 90 هرتز ريفرش ريت اللي للحين موجوده على هالشاشه، كاميرا المنخشه داخل الشاصي، والامور الثانيه اللي تخلي هذا التليفون يكون مميز من بدء التليفونات الثانيه الموجوده بالسوق، وبالتحديد من بدء سلسله ون بلس الكبيره اللي نزلت هذه السنه. وبالختام، هل يدعم 5G؟ الموجود عندنا هنا بالكويت ما راح يدعم 5G، بس في بلدان ثانيه راح يدعمون لك تليفون الون بلس 7 تي برو ماكلارين اديشن إصدار الـ 5G. فإذا أنت كنت حاب تشوف مراجعتي الكاملة حق الون بلس 7 برو، أكيد راح يكون الرابط مالها موجود تحت، التفاصيل أكثر من ناحية جودة الكاميرا، أداء البطارية والشاشة وهالأمور هذه كلها راح يكون موجود بهذاك الفيديو. وحط بالك أن الفروقات الموجودة من هذاك التليفون لهذا التليفون راح تكون وايد وايد بسيطة، ما راح تحس فيها إلا الشغلات اللي من ناحية شكل التليفون اللي أنت شفته بهذا الفيديو مع الكفر والمرفقات اللي راح تكون موجودة داخل العلبة. تعال على الطاري داخل العلبة، يطاري ان الشاحن ماله هم بعد راح يكون اسرع، الورب تي راح يجيك بشاحن اسرع 45 واط هذه المرة عشان يشحن لك التليفون هم بعد بشكل اسرع، وهذا الشاحن مرة ثانية راح يكون من ضمن المرفقات اللي تحصلها داخل العلبة ما راح تقدر تشتري بروحها. وبس يا جماعة الخير، هذا كل ما يخص الون بلس 7 تي برو ماكلارين اديشن، حبيت هالسلسلة ومتلهف حق شنو السنة الجاية هم بعد ممكن يسوون مع اصدار ماكلارين اديشن. وبس، سامعوني على طال القصور، سلامتكم وتعيشون، احمد بوعريكي فما الله الكريم.